السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقه الرابعه من كيزاكو سوفت سكيلز. هذه الحلقه غادي نتكلموا على واحد المهاره اللي مهمه بزاف، مهمه لجميع الناس اللي كيقلبوا سور جوجل وكيقلبوا بور لي بروجي ديالهم ولا بور لا بريزونطاسيون ولا بزاف ديال الحاجات. يعني الاهداف من البحث في جوجل كتختلف، ولكن الطريقه خصنا نتعلموا بزاف ديال لي تكنيك ولا بزاف ديال الطرق اللي يخلونا ناخذوا نحصلوا على نتائج اكثر دقه للبحوث ديالنا ولا المشاريع ديالنا ولا المعلومات اللي باغي نوصلوا لها. ان شاء الله في شي وحده من الحلقات القادمه غادي نتكلموا على كيفاش جوجل كتخدم. دابا على بركه الله ندوزوا لفهرس هذه الحلقه. اول حاجه غادي نتكلموا عليها كما غادي تشوفوا دابا في الفهرس، هي اذا اول طريقه نتكلموا عليها هي كيورد 1 بلس كيورد 2. الطريقه الثانيه هي انك تلقى واحد الجمله محدده اللي انت عارفها. الطريقه الثالثه هي تلقى النتائج على حسب نوع الملفات اللي بغيتي انت. والطريقه الرابعه هي واحد المحرك ديال البحث اللي باش انك تلقى بحوث لاجل المشاريع، تقلب على ود المشاريع ديالك، يعني ماشي كجوجل العادي. الطريقه الخامسه هي ملي ما كتكون ما عارفش واحد الكلمه من كلمات المفتاحيه ديالك وباغي تقلب على شي حاجه. والطريقه السادسه والاخيره وما كاين بزاف ديال الطرق في الحلقه في غابات السته هي انك تقلب في موقع محدد. اذا على بركه الله نبداو بالطريقه الاولى، هي كيورد 1 بلس كيورد 2، يعني كلمه مفتاحيه الاولى زائد كلمه مفتاحيه الثانيه. يعني بانك ملي كتكتب جوج الكلمات المفتاحيه بحال كتطلب من جوجل على انه يقلب لك في السيت ويب كاملين اللي كاينين على هذيك جوج الكلمات فين كاينين، على لي باج فين كاين ديك جوج الكلمات، وهكا غادي تحصل على نتائج دقيقه جدا. غادي ندوزو نشوفو الطريقة في جوجل. إذا كيف ما كتشوفو دابا حنا في مونتير دو ريشيرش جوجل، هنا غادي في هاد لاباغ هادي غادي نكتبو مثلا سيبوزون عندك عارض على مثلا على ال 5G جينيريشن ولا بروغرامين لانجويج. مثلا غادي نديرو algorithms plus data structures. يعني هنا غادي يعطينا بزاف ديال لي ريزولطا، بزاف هنا يقترح لي كتوبه، هنا يعطيك بزاف ديال الحاجات. ولكن غادي نشوفو اذا درتي غير algorithms and data structures ما غاديش يعطيك نفس الحاجات. هنا نشوف لو سيت اللي كيعطيك في الاول، وغادي نجيو هنا نشوفو لو سيت اللي كيعطيك في الاول. فوالا ما كيعطيكش نفس الحاجه. هنا يقدر يقترح ليك قدر اقترح لك ديكور، قدر يقترح لك بزاف الحاجات. علاش؟ لانك بحال طلبتي من جوجل انه يلقى لك لي باج اللي كتعاودوا في هذيك جوج كلمات بالضبط. اذا كانت هذه الطريقه الاولى. دابا على بالك تسيدي نشوف الطريقه. بعض الخطرات كتسمع شي كلمه ولا شي نص ولا شي واحد الجمله اللي كتعجبك بزاف على شي ماشي كتاب، انت متاكد انها ماشي كتاب ولا واحد اللي خصك تبقى قريتيه، ولكن بيتيغ هيستوريك تمسح لك بورطابل بي سي ديالك ولا فورماطيتي لورديناتور ديالك وباغي تعرض ديك الجمله فين شتيها. بكل بساطه كتمشي لجوجل كدير واحد الكوتيشن ماركس وكدير الجمله ديالك اللي كتقلب عليها، وان شاء الله غادي تلقى الجمله علاش كنتي كتقلب. دابا غادي نشوفوا مثال تطبيقي في جوجل. مثال غادي نحاولوا نقلبوا على واحد الجمله. الى عقلتوا في الحلقه اللي فاتت بونيس كيزاكو بريزونطيت لكم كتاب ديال 5 سكند رولز عند واحد السيده اللي سميتها مير روبنز. هاد السيدة هادي غنية عن التعريف. غادي نحاولو نقلبو على شي جملة فيها motivation by Mel Robbins. دونك فوالا غندير quotation marks اللي هما حاجة ضرورية. غندير motivation by Mel Robbins. فوالا هنا كيعطيك بزاف ديال لي فيديو، هنا كيعطيك دي كيك فيديو، هنا كيعطيك كيك زارتيكل اللي كتعاود فيهم الجمله هذه. فوالا motivation by Mel Robbins. الا لاحظتي انها هايلايتد بالكحل يعني بحال اون غرا. فوالا نجربوا حيدنا الكوتيشن ماركس حيت انا نفس الريزولتا ما عطاكش نفس الريزولتا. الى لاحظتي معايا غادي يعطيك لو سيت اوفيسيال ديال ميل روبنز، يعطيك كيكو زانفورماسيون كيكو فيديو وصافي. ولكن الى درتي كوتيشن مارك ريزولتا مختلفه. دونك دابا ندوزو للطريقه المواليه. ندوزو للطريقه الثالثه. بعض الخطرات كنبغيو نلقاو دي ريزولتا على دي فيشي، ولكن بعض المرات كنبغيهم غير جوست باوربوينت ولا بي دي اف ولا دوك اكس يعني دوك ديال وورد. ولكن واخا تكتب مثلا algorithms بي دي اف غادي يقترح لك دي فيشي بي دي اف، ولكن ماشي كلشي ولا على الاقل ماشي لا ماجوريتي.
دونك الحل بكل بساطه هو انك تكتب لك شي حاجه كتقلب كتزيد عليها فايل تايب اكستنشن. الاكستنشن هنا غادي تعرف عليها من بعد. الاكستنشن بكل بساطه هي الفورم كيفاش بغيتيها، واش بي دي اف ولا وورد ولا باوربوينت ولا اكسل ولا كيختلفوا لي اكستنشن. دونك دابا ندوزو الحاجه ولا التمرين التطبيقي. دابا غادي نحاولوا نديروا شي حاجه تطبيقيه، مثلا غادي نديروا لينير الجبرا. هادي الحاجه اللي كتقرا بزاف ديال الجبرا، ولكن ما غاديش غادي نشوفوا بلا شنو غادي يعطينا هنا. لا لا تي كيعطيك غير تعريف وكالك ريسورس باش انك تقرا على هذا الشيء، ولكن حنا بغينا شي حاجه لي بي دي اف. ياك غنكتبوا هنا فايل تايب بي دي اف، ولاحظوا معايا شنو كيعطيك. كيعطيك تقريبا ازيد من 70 ولا 90% ديال النتائج بي دي اف، كلشي اللي في شي بي دي اف. كليكيتي هنا غادي تيليشارجي في شي بي دي اف وتقدر تقرا كيف ما بغيتي. فوالا هذا كوم ان اكزومبل ديال ان فيشي بي دي اف ولا ديال لينير الجبرا ليسن. دونك غادي نسينو انه يتيليشارجو. دونك فوالا هذا الكتاب كيتكلم على اللينير الجبرا، هادشي حاجة ديال المات. فوالا هادي هي لا ميثود، ديما دار الكيورد ديالك ولا داكشي علاش كتقلب فايل تايب ودار اكستنسيون اللي بغيتي. دونك هادي الطريقة ديال انك تلقى نوع محدد. ندوزو للطريقة التالية. دونك دو وصلنا للطريقه الرابعه. بعد خاطر شوف باش تتفادى انك تكون عندك كونتوني باش تتفادى انك يكون عندك دو كونتوني التقليدي وكلشي كيلقاه في جوجل، نقلب على المشاريع العلميه ديالنا باحترافيه في واحد المحرك ديال البحث ولا موتور دو ريشيرش جوجل سكولر. هذا كيعطيك دي ريزولتا اللي مختلفين بواحد النسبه معينه على جوجل العادي. علاش؟ لانه كيبحث لك في جوجل بوكس، يعني في كتاب في كتوبه، كيبحث لك في مواقع علميه، كيبحث لك في وثائق وكتب واوراق علميه. نشوفوا مثال تطبيقي. بون فوالا دو جوجل العادي، غنكتبوا جوجل سكولر ولا غادي تلقاو لو ليان في لا ديسكريبسيون. فوالا هنا ارتيكلز كيزلو، حنا نحتاجو ارتيكلز. مثلا غادي نديرو مثلا مستعد، غادي نقلبو على مارس. لا مارس مثلا يعني المريخ، يعني ككوكب. هنا غادي يعطيك بزاف ديال الابحاث العلميه، بزاف ديال الاوراق العلميه، بزاف ديال الحاجات اللي كتكلم على هنا. فوالا ديناميكس اوف ذا اتموسفير اوف مارس، هادشي بلونغلي اللي كتكلم على لونغلي، كتكلم على دي ريسورس اللي غنيه بزاف. دونك استعملوا جوجل سكولر في الابحاث العلميه ديالكم، لانكم غادي تاخذوا اوراق علميه اللي نادره انك تلقاوها في جوجل العادي، وان شاء الله ما غادي يكون غير خير. دابا ندوزو للطريقه التاليه. فوالا هنا وصلنا للطريقه الخامسه، اللي هي انه بعض المرات كتبغي تقلب على سميه شي كتاب ولا شي حاجه وكتنسى وحده من ديك الكلمات. بكل بساطه اش كدير؟ كدير الكيورد ديالك، يعني داك الشيء اللي عاقل عليه، وكتزيد لك البلاس اونتر دو زابوستروف. كدير واحد دو زابوستروف وكتحيد، يعني انك راك ناسي شي حاجه، يعني بحالك تقول جوجل املاء الفراغ. شوفوا مثال تطبيق. على بركه الله، سوبوزون باننا نقلب على واحد الكتاب ونسينا سميتو. هذا الكتاب اللي غنقلب عليه هو بريف هيستوري اوف تايم ديال ستيفن هوكينغ. غادي نفترض انني نسيت كلمه هيستوري، دونك غنكليكي بريف هيستوري. هنا غادي نديرو سوبوزون بانك ما لقيتيش السوجيشنز، يعني السوجيشنز ما عطاكش داكشي اللي باغي. غادي بريف، غادي دير بلاس، غادي دير هكا، يعني هادي بحال هيستوري ادا اوف تايم، وغادي نسيلو. وفوالا شنو كيعطيك ابريف هيستوري اوف تايم، معلومات على الكتاب، معلومات على داكشي اللي باغي انت. وهادي اسهل طريق باش انك تلقى معلومات على داكشي اللي واخا تنسى وحده من الكيوردز، ولكن جوجل غادي يعاونك. يعني بحال كتقول جوجل انا فاهم علاش كنقلب، ولكن ولا عارف علاش كنقلب، ولكن نسيت داكشي وحده من ديك الكيوردز اللي محتاج. دونك هادي كانت هي الطريقة الخامسة على ما أظن. دابا ندوزو للطريقة السادسة والأخيرة. بون لي زامي، وصلنا لآخر طريقة عندنا في الحلقة هادي. ولا بغيتو طرق أخرى ما تنساوش أنكم تطلبو منا في الفيدباك، إن شاء الله نوفركم طرق وحدة أخرى باش أنكم تلقاو داكشي علاش كتقلبو. نفترضو أنك تقلب على شي حاجة ولكن بغيتي دي غوسوغس من واحد السيت واحد. بكل بساطة كدير الموضوع أو الكلمة المفتاحية كما كتشوفو، زائد سايت دو بوان يو ار ال، كتعني ليان، ليان ديال ديك السيت اللي جوجل غيقلب فيه. عرفتي شنو باش نزيدو نفهمو؟ نشوفو مثال تطبيقي. بون دابا نشوفو، غادي نديرو بحال غنقلبو داك الكتاب اللي قلبنا عليه قبيله، بغينا نشوفوه ولكن غير في امازون. هاكا ما عارفين كاين دي زيديسيون مختلفين، كل لونطوا شحال كداك البخي ديالها. دونك غادي نديرو بحال غنقلبو داك الكتاب ولكن جوست في امازون. دونك غادي نكتبو السميه ديال الكتاب، غادي نكتبو سايت
دو بوان امازون بوان كوم. طبعا ما كاينش غير امازون، كاين بزاف ديال الناس اللي كيبيعوا كتبه، دونك ولكن حنا غادي نديرو امازون. الا لاحظتوا معايا كيعطيك غير امازون، كلشي امازون تقريبا كلشي. دونك كيعطيك غير في فين ديك فين كان ديك ا بريف هيستوري اوف تايم في ديك لو سيت، كيقلب غير في ديك لو سيت، يعني بحال كتحصل جوجل كتقول له قلب لي غير في ديك لو سيت. دونك كتي ديال لا ميثود. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه. دابا ندوزو البونيوس كيزاكو. لي زامي وصلنا البونيوس كيزاكو. هذه الحلقه ان شاء الله غادي نقترح لكم ان سيت ويب اللي غتلقاو في لا ديسكريبسيون، اللي هو جوجل ديفلوبرز ترينينغ. جوجل كتوفر لك واحد لا بلاتفورم فين تقدر تتعلم بزاف على سورتو في لومون ديال البروغراماسيون. كتختار واش اندرويد ولا ويب ديزاين ولا اللي بغيتي. وعاد كيوفر كاين واحد لا بلاتفورم وحده اخرى اللي تقدر تعلم فيها الماركتينغ وبزاف ديال المهارات اللي غادي تنفعك في حياتك. دونك ما تنساوش انكم تستعملوا هاد لا بلاتفورم مزيان، وما تنساوش واحد القضيه وحده اخرى غادي نختم بواحد الكوت، اللي خصك ديما الوقت اللي عندك تستغلو، لانه الحياه ماشي طويله ولكن الحياه قصيره. يعني حاول انك ما تضيعش في انك تعيش حياه شخص واحد اخر، ولكن ضيع في انك ماشي تضيع ولكن تستثمر الوقت ديالها في انك تكون احسن، ديما تكون احسن نسخه من نفسك. كنا معكم في هذه الحلقه الرابعه من كيزاكو سوفت سكيلز. شكرا بزاف.